الكهرباء تعلن وقف تخفيف الأحمال بدءاً من أواخر يوليو وحل الأزمة تماماً بنهاية 2024، ورئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالخطة ورفع كفاءة المرفق ومجابهة السرقات. وزير المالية للجنة دراسة بيان الحكومة في البرلمان: مهتمون بالأولويات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وكالة أونروا: لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، والأوامر الإسرائيلية بالإخلاء تدفع السكان للهجرة إلى مناطق مدمرة وسط مخاطر الذخائر غير المنفجرة. الجيش الأمريكي يعلن تفكيك رصيف المساعدات العائم على شواطئ غزة نهائياً بعد سلسلة أزمات طويلة منذ بنائه قبل شهرين. وزير الدفاع الإسرائيلي جانس: نتنياهو رفض عودة سكان الشمال إلى بيوتهم حتى سبتمبر المقبل كجزء من أهداف الحرب، وحان الوقت لتشكيل حكومة جديدة.